الهدف الرئيسي اللي وراء اجتهادي في شغلي ان انا امتلك حريتي في قبضة ايدي. ربنا خلق جوايا حاجة اسمها حب للطينة، وان انا اعمل فيها اشكال مختلفة غير الاشكال النمطية اللي بنعملها كل يوم. يعني أمتع لحظة عندي هو تشكيل الفخار. أنا كنت محبوس في دايرة مغلقة اسمها التراث، لأن دي مدرستي اللي اتعلمت من خلالها يعني. أنا عايز أعمل حاجة إحياء للتراث بس من خلال صيغة معاصرة. دي كانت صعبة جدا. ما هيش مسألة بتتحسب ورقة وقلم ولا بتاع، لا دي عايزة إن أنا أمتص ده كله وأهضمه تماما ويطلع بشعور لا إرادي حاجة فيها محمد مندور. أنا ابتديت اشتغل في الخزف، يمكن كان مع والدي الفنان محمد مندور من وانا صغير، كنت بروح في فتره الاجازه بتاعت المدرسه. هو رفض انه يكمل تعليم، جه لغايه الثانويه عامه وقال مش هكمل. ما كملتش الثانويه عامه او رصدت بالثانويه العامه بمعنى اصح. طب انت عايز ايه؟ انا هشتغل معاك في اوكي. وحددت كل اتجاهي لدراسة فن الخزف. بس لازم تفهم الظروف اللي أنا كنت فيها غير الظروف اللي أنت فيها خالص، استعدادي أنا غير الاستعداد اللي عندك خالص. أوصل للهدف بتاعي وهو احتراف فن الخزف، لأنه ما فيش قدامي غيره يعني. يعني هو أصلا ممكن يكون شايف من وجهة نظره إن أبوه ده اللي كان في يوم من الايام ما يعرفش الالف من العصايه، ها، ووصل ان هو يبقى فنان من الصف الاول ويحصل على جوائز دوليه. الله، طب ما مساله بقى سهله. لا دي ما جاتش بالشكل ده خالص يعني. عشان واحد يبقى فنان دي بتبقى موهبه من عند ربنا يعني، والموهبه دي بتتكمل فيما بعد بالعلم. لكن الحاجه اللي كانت مضايقاني بقى، او الحاجه اللي كانت تعباني فعلا، ان انا بقول بيني وبين نفسي انا مهما وصلت ومهما عملت مش هوصل اللي هو وصل له ده. فديت كانت شيء، حاجه بتديني احساس باليأس، وفي نفس الوقت بتديني احساس ان انا يعني ايه، يكون عندي عزيمة وإرادة إن أنا أبقى زيه، واحترامي ليه طبعا يعني أحسن منه كمان. إزاي أكون متميز عنه في شغلي؟ دي كانت مشكلة بالنسبة لي. نشأت في ظروف اجتماعية صعبة جدا، صعبة للغاية يعني. يعني أنا والدي توفى وأنا عندي سنة ما شفتوش يعني. إحنا كنا ساكنين في بيت مجاور لمنطقة الفواخير اللي عند جامع عمرو بن العاص قبل ما يشيلوها يعني. البيت كان قريب للفواخير لدرجة إن لما أطلع من باب البيت ألاقي الأحواض بتاعت الطينة، فبديهي جدا إن أطلع بقى طفل أخطف طينة من الحوض وأقعد ألعب بيها. طبعا اخرج من البيت نظيف، فاروح البيت بعد شويه متطين فبنضرب. لما وصل سني بقى لغايه حوالي 6 سنين تقريبا، والدتي فكرت ان هي تعلمني مهنه، فاختارت لي الفواخير. فحسيت ان هي زي ما تكون عايزه تقول لي يعني انت
انت بتحب الطين طب انا هغرسك فيه. فغرستني كانت هي الغرسه يعني. زمان كان المعلمين بيتعاملوا مع الاطفال اللي بتشتغل معامله في منتهى القسوه. يعني انا كنت اقعد لوحدي احيانا، كنت اقعد لوحدي افكر كده وارجع الشريط وانا طفل واشوف كنت بتعامل ازاي. احيانا عيني تدمع. القسوه دي افادتني افاده عظيمه جدا. يعني انا استاذي الاول المعلم البسيط بتاع الفخار بتاع الفواحين هو اللي علمني ازاي ابقى ملتزم، ازاي لما اعمل قطعه وما تعجبنيش انا مش راضي عنها اكسرها واعمل اللي انا عايزه. احنا في زمن صعب وظروف اصعب، مهم انه الانسان يعمل عمل بايده او يمتلك اسرار مهنه معينه، وبصفه خاصه لو كانت مهنه فنيه يعني زي شغل في الفخار او في الخزف. محمد مندور بني ادم عادي خالص بيحب اللي هو بيعمله، من الطبلة اللي كان بيعملها لغاية الفازة اللي بخمسين ألف جنيه. وشوية بشوية أنا كنت ببيع للطبق بتاع محمد مندور بمية وخمسين جنيه من عشر سنين. دلوقتي في طبق وصل 3000، في طبق وصل 6000، في طبق وصل 5000. هو بيعمل حاجة، بيستعمل الطيور بس الطير ده مش كده، محمد هو اللي ضايف عليه كده. اوكي، مع الويف دي، مع الويف دي، مع الويف دي. وبعدين لو بصيت على الطبق هتلاقي أبعاده من هنا لهنا زي أبعاده من هنا لهنا زي أبعاده من هنا لهنا، مفيش حتة مايلة. اوكي، هو انا شفت الطاووس ده، الطاووس ده ما كانش شكله كده خالص خالص. الكبير بتاعه، الطبق الكبير بتاعه، الطاووس ده نازل الريش بتاعه لتحت بس هو ما قدرش يكملها هنا. هاني لطيف وصاحبي وعنده مشاكل شويه، عنده عشان هو لسه صغير في السن، خد تقنيه بابا وده حاجه مهمه، بس عين بابا لسه، عين بابا، العين عند الفنان حاجة مهمة. ده هاني طبعا، ده اللي أنا بتكلم فيه بقى. لو بصيت على الحتة دي كده هتلاقي إن الحتة دي مش زي دي، احنا الكرش ده مش زي الكرش ده، دي كلها واقفة على دي بس. ولو حطيته كده وبصيت عليه عن قرب خالص والعلم هو اللي مختار المكان ده للكشبو ده، لو بصيت عليه كده هتلاقي الإي، الحتة دي هي نفس الحتة دي، القلبة بتاعت الودن نفس القلبة بتاعت الودن. لو جبت متر وقيسته من اي حاله من الحالات، من اي بعد من الابعاد، هتلاقيها نفس البعد. اوريك فخار تاني علشان نعمل كومبير صغير ما بين الحاجه اللي انا بقولك عليها دي. مثلا دي بتاعت سين من الناس. اوكي، لو بصيت
هتلاقي الخط ده مش عادل، 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 مش مهتم جوه. هو ده اللي مميز محمد مندور. انا بحب الزخارف جدا، وبحب كنت بحب الرسم قوي من صغري، وخصوصا الخطوط العربيه. فبدات ان انا اكتب خطوط عربيه على الفخار. ديت عباره عن واحد راكع، وعباره عن الشهاده، اشهد ان الالف هي ود النون لا اله الا الله محمد رسول، واشهد الواو، واشهد ان محمد رسول الله، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. انا كنت بحب اعمل ارسم رسومات اطفال كتير وانا صغير، حاجات كاريكاتير، وكنت بجيب، كان والدي دايما يجيب لي المجلات بتاعت ميكي ماوس وسمير ومش عارف وماجد وبابا شار وحاجات كده يعني. فكنت بحب اعمل الحاجات ديت يعني. حتى لما كبرت رسمت شوية حاجات كده وعملتها كنت عاملها بمناسبة أعياد الطفولة وحاجات كده. برضو من ضمن الحاجات اللي أنا كنت بحب إن أنا أشوفها يعني، أنا بحب أوي الفاكهة مثلا، شكل الفاكهة اللي في السوق، في أشكال فاكهة كده بتلفت نظري يعني. فكان بيلفت نظري الكمتراية والجوافاية والكمتراية تحديدا، فعملت الشكل دوت فبقى حاجة شبه الكمتراية، بس مش لون الكمتراية، لون تاني. من اكتر الحاجات اللي كانت بتتوجه لي، والكلام ده من زمان الحقيقه يعني، كانوا من الناس معروفين، انه انا لولا ان ابويا يبقى محمد مندور ما كنتش عرفت اعمل معرض، ما كنتش عرفت مش عارف اعمل ايه يعني. وصلوا لي الموضوع على انه واسطه. طبعا الموضوع دوت كان عامل لي نوع من الاحباط جامد، وعشان كده صممت ان انا يعني اوصل بقى. طبعا الحمد لله شغلي بشتغله بايديا من الالف للياء، على الرغم من ان في دكاتره ودكاتره اصحاب اسماء كبيره قوي في مصر في فن الخزف ما بيشتغلوش بايديهم. عايز اعمل معرض هحط فيه مثلا 20 30 قطعه، لازم اعمل على الاقل بتاع 60 قطعه عشان اعمل فيهم تصفيه واخد منهم 30. مش كل حته بعملها بتبقى على مستوى معرض. جمال الفن في بساطته انك بتساعد نفسك، بتشتغل، بتنتج، واخد بالك. انا لما بعمل حته ما مش في ذهني ابدا ان الحته ديت هخش بها في مسابقه عشان اخد فيها جايزه، ولا هحطها معرض. انا بشتغل، اهم حاجه عندي ان انا يطلع الشكل انا اكون راضي عنه. انا كراجل متخصص في فن الاناء بتحرك في مساحه محدوده جدا، يعني بتحرك ما بين خطين زي قضبان السكه الحديد، جواهم انا بعمل الشكل المستدير بتاعي، ما اقدرش اطلع يمين ولا شمال، محبوس يعني، خلاف الرسام او النحات بالخط بتاعه بيتجه في اي اتجاه هو عايزه يعني. فعشان كده الاضافه في او الجديد في فن الاناء من اصعب ما يمكن. الشكل ده لو احنا استثنينا الغطا ده، شلناه كده وشيلنا الايدين دول، هتخش المتحف المصري هتلاقي الشكل ده موجود فخار. انا لما بشوف شكل بشوف انه ممكن يتعمل له اضافه ويبقى عمل فني معاصر. فبتلاقي دايما الحياه فيها شد وجذب. فانا دايما يعني اقول له انا عايزك تبقى زي
زي الأسفنجة. لكن الذكاء فعلا ازاي انت تحبب ابنك في المجال ده من غير ما تحسسه انه من غيرك هيضيع. اما تتقال لك توجيه او حاجه على طول ما تطعم هنا ما تطلعش. ازاي تخليه يعتمد على نفسه؟ ازاي تخليه عنده حريه، عنده راي، عنده وجهه نظر، عنده اسلوب يحترم، عنده اذا ما كنتش مقتنع بيها على الاقل ما تنساهاش، لانك اذا ما حسيتش بيها واستوعبتها دلوقتي ممكن بكره تستوعبها تعرف اهميتها. وكل الكلام اللي انت عايز توجهه له او عايزه يعمله توصله له في صيغه نصيحه، مناقشه، وجهه نظر انت بتقولها له. عايز اكون حريص على استمراريه الحرفه ما تموتش. وبعدين انا عايز لما تنتقل من جيل لجيل اخر تزداد قوه ما تضعفش. الحقيقه لو سالتني بامانه وقلت لي مستقبل مصر في ايه؟ اقول لك في الحرفه اللي دي. اللي اقدر اعمله خلال مجهودي الشخصي كفرد ان انا اورث مهنتي لابني او لاولادي يعني.